بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيد أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه بأدلته. وما زلنا في باب أوقات الصلاة، قد وصلنا فيه إلى قول المصنف رضي الله تعالى عنه: ومن خفي عليه الوقت اجتهد بنحو ورد، وكفت غلبة الظن، فإن تخلف ظن وتبين تقديمها أعاد وجوبا، ومن شك في دخوله لم تجزه وإن وقع فيه. بعد أن بين الشيخ فيما مضى بين أوقات الصلاة الاختيارية، بين يعني كيفية ضبط الوقت، يعني كيف يعرف دخول الوقت. الشيخ طبعا يتكلم هذا الكلام قبل قرنين ونصف من الزمان، سيدي أحمد الدردير الرابع توفي سنة 1201، طبعا عاش في القرن الثاني عشر، يعني عاش 70 عام. قال: ومن خفي عليه الوقت، يعني لم يعرف دخول وقت الصبح او الظهر او العصر او المغرب او العشاء بسبب ظلمة او سحاب. طبعا الظلمة معروفة تكون في الفجر وتكون في العشاء، أو وجود سحاب في الظهر والعصر والمغرب، فالسحاب طبعا يخفي الأوقات، يعني الإنسان ممكن يظن أن الظهر أذن ولم يؤذن، أو أن العصر أذن ولم يؤذن، أو أن الشمس غابت ولم تغب. السحاب حينما يكون ثقيلا يحجب يعني قرص الشمس وضوء الشمس، فتظن ان المغرب اذن، وبعد ان ينقشع يعني السحاب تجد الايه الشمس ظهرت مره اخرى. وحدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابه ظنوا ان الشمس غابت فاكلوا وشربوا ثم ظهرت الشمس. ظهرت الشمس فأمسكوا وقضوا هذا اليوم، قيل أنهم قضوا وقيل لم يقضوا، خلاف طبعا كبير بين الفقهاء. ولذلك قال: ومن خفي عليه الوقت لظلمة أو سحاب اجتهد وتحرى بنحو ورد. فمن كان له ورد أو لغيره كأب أو أم أو جد أو جدة من صلاة
تعتمد على ذلك. انظر إلى الناس الأوائل في هذه الأصول، يعني كان كضبط الساعة، يعني الواحد منهم يقوم بالليل ويصلي وردا معينا من الصلاة، أو يقرأ أجزاء من القرآن، أو يذكر آلافا من الذكر من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير له ورد، ينتهي منه ويؤذن الفجر. سبحان الله. قال يعني لو كان هذا الورد ثابتا يعتمد عليه، يعني يصلي مثلا، يقوم من الليل يتوضا ويصلي، يصلي مثلا 10 ركعات ويؤذن الفجر، او يصلي 50 ركعه ويؤذن الفجر، او اكثر او اقل، قال يعتمد على ذلك. سبحان الله. وكذلك هذا في العبادات. قال وكذلك في العادات، قال وكذلك الطحان يفرغ من طحن الدب مثلا طلوع الفجر. طبعا الطاحونه زمان كانت بالايه؟ بالحجر الكبير والبقره. فالاردب طبعا ياخذ ايه؟ ياخذ مسافه طويله، ممكن 2 ساعتين 3 ساعات. فقال اذا كانت عادته ينتهي من طحن الدب طلوع الفجر، وكان ذلك عاده، اعتمد على ذلك في دخول وقت الفجر. ليه؟ لأن طبعا العادة والتجربة تقوم مقام اليقين في دخول الوقت. قال أو الغسل أو النسج، زمان كان الناس يعملون بالليل في الغسل والنسج والطحن والخياطة وغير ذلك، أو غير ذلك من الأعمال المجربة، فإنه يعتمد عليها لأنها تفيد اليقين، لأنها كلها فالتجربة تكون مقام علم اليقين. ثم قال الشيخ وكذا آلة الموقتين كالساعة الرملية والساعة المنضبطة. يعني هناك بعد ذلك اخترعت الساعة الرملية والساعة المنضبطة في زمان سيد أحمد الترتيب في القرن 12، يعني منذ أكثر من 250 سنة. الآن ساعتنا هذه ساعة منضبطة، ساعة منضبطة، والأوقات مكتوبة في النتيجة. أنا أراحنا الله من عناء معرفة دخول الوقت بداية ونهاية بواسطة الايه؟ الساعة المنضبطة كما قال الشيخ. قال وكذا آلة الموقتين كالساعة الرملية والساعة المنضبطة. فساعتنا هذه ساعة منضبطة. قال وإلا لم تكن هناك ساعة ولا عادة، قال زاد في التحري حتى يغلب على ظنه دخول الوقت. يبقى لابد من اليقين، يعني ما ينفعش الظن او الشك، لا، يبقى لابد ان يتيقن حتى في طلوع الفجر بالنسبه للصوم، او غروب الشمس بالنسبه للفطر. يعني المفروض لا يشك، لا ياكل عند الشك، لا في طلوع الفجر ولا في غروب الشمس. قال لان الذمه عامره لا تبرأ إلا بيقين. يعني أنت مأمور بالإمساك مثلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يبقى لابد أن تتيقن هذا. كذلك أنت مأمور بالصلوات الخمس، والله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مكتوبا مؤقتا بوقت. فلو وقعت تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت بطلت الصلاة. يعني واحد مثلا ظن أن المغرب أذن فأقام الصلاة وقال الله أكبر تكبيرة الإحرام، فسمع المؤذن يقول الله أكبر أذان المغرب، يبقى تكبيرة الإحرام اللي هي مفتاح الصلاة وقعت خارج الوقت.
يبقى يقطع الصلاة ويستأنف التكبير مرة أخرى، مش يكمل ويعيد. لا، هي صلاة باطلة خلاص، لا لا تنعقد، لأن دي مش صلاة نفل، دي صلاة فرض. ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت، ده شرط وجوب وصحة معه، يعني لا تجب عليه قبل دخول الوقت ولا تصح منه إلا بعد دخول الوقت. فلو وقعت تكبيرة واحدة يقول له دي لحظة، يعني الله أكبر دي ثلاث ثواني أو ثانيتين، لكن الصلاة باطلة، لأن مفتاح الصلاة التكبيرة الإحرام، مفتاح الدخول تكبيرة الإحرام، فلو وقعت خارج الوقت بطلت الصلاة. كل وقت؟ لا، ده جميع الأوقات، احنا بنمثل بس يعني تمثيل فقط. ولذا قال: وكفت غلبة الظن. طبعا الظن المراد به الظن الراجح، الظن الراجح، لا الظن بمعنى الشك، هناك شك وهناك ظن وهناك وهم. يبقى الشك مستوي الطرفين، هل دخل الوقت او لا، مش مرجح، مفيش ترجيح. لكن الظن يقول غالبا اذن الوقت او دخل الوقت، غالبا لم يدخل. يبقى كفت غلبة الظن. ثم إذا صلى عند غلبة الظن، وكفت غلبة الظن، فإن تخلف ظنه وتبين تقديمها على الوقت أعاد وجوبا، يعني بعد أن غلب على ظنه غروب الشمس ثم دخل أقام الصلاة ودخل فيها وتبين مثلا بالأذان أو تبين بالسؤال أنها وقعت قبل دخول الوقت. جاء واحد مثلا معه ساعة قال لا أنت كده صليت قبل دخول الوقت، تبين يبقى لازم يعيد الصلاة مرة حتى مع غلبة الظن. قال أعاد وجوبا وإلا فلا، يعني إذا تبين أنه صلى بعد دخول الوقت فصلاته إيه؟ صحيحة. ده عند الغلبة. قال: أما من شك، ومن شك أو ظن ظنا خفيفا، يعني ليس ظنا راجحا، يعني ظن فيه إيه؟ يعني فيه خفة غير الظن الراجح، يعني الظن اللي هو قريب من الشك، أو ظن ظنا خفيفا دخوله وصلى لم تجزه صلاته وإن تبين أنه صلى. هناك فرق بين الظن الراجح، الظن الراجح، وبين الظن الخفيف والشك. الظن الراجح إذا دخل في الصلاة وتبين أنه صلى في الوقت صلاة صحيحة، لكن شك مع ظن خفيف مثلا وصلى لابد أن يعيدها حتى ولو تبين أنه صلى في الإيه؟ صلى في الوقت. ليه؟ لعدم الجزم، لعدم الجزم بدخول الوقت، لأن الشك كالعدم، يعني يشك في دخول الوقت يبقى المفترض ينتظر حتى يزول إيه؟ الشك. أو الظن الخفيف برضه ينتظر حتى يغلب على الظن دخوله. يعني أعاد وجوبا حتى وإن تبين له أنها وقعت فيه، أي في الوقت. فأولى إذا لم يتبين له شيء، يعني شك في دخول الوقت أو ظن ظنا خفيفا ولم يتبين له شيء، يعني لم يتبين أنه صلى بعد دخول الوقت أو قبل دخوله، يبقى يعيد الصلاة أبدا، لأن العبادات كلها مبنية على اليقين لا على الشك. فأولى إذا لم يتبين له شيء، أو تبين الباب أول طبعا، إذا تبين أنه أن الصلاة وقعت قبل دخول الوقت ده من باب أول.
قال بخلاف من غلب على ظنه فلا يعيد إلا في الأخير كما عاد. يعني الذي غلب على ظنه دخول الوقت فصلى ثم تبين له أنه صلى بعد دخول الوقت لا يعيد، تبين له أنه صلى قبل دخول الوقت يعيد. هذا إيه؟ ملخص كلام الشريف. وأما من لم يخف عليه الوقت لأن كانت السماء مصحية، يعني لا غيم ولا ظلام ولا غبار، يعني معنى السماء مصحية صاحية صافية، فلا بد من تحقيق دخول الوقت ولا يكفيه غلبة الظن، يبقى لا بد أن يجتهد بالسؤال أو التبين من حالة الجو والسماء. لو إنما حكاية غلبة الظن أو الشك أو غلبة أو الظن الخفيف دي إذا كان هناك ظلمة أو غبار أو سحاب، ده كله من باب الاجتهاد في دخول الوقت. لكن أراحنا الله من جميع ذلك بوجود الساعة وتحديد علماء الفلك أوقات الصلاة من أول الإسكندرية إلى أسوان. شوف بالتدرج، لو أنت نظرت في النتيجة تلاقي فروق الأوقات طول البلاد من أول البلاد إلى آخرها شمالا وجنوبا. يعني هنا طبعا لا فيه طبعا ظن ولا شك ولا غلبة ظن ولا أي شيء، في يقين. ثم أخذ الشيخ يبين الوقت الضروري، بين هناك في الدرس الماضي الوقت الاختياري، قال والوقت الضروري أي ابتداؤه تلو أي عقب الوقت المختار، والضروري تلو المختار لطلوع الشمس في الصبح ولغروبها في الظهرين وللفجر في العشاء. طبعا معرفة الوقت الضروري دي مهمة جدا. ليه؟ حتى لا يقع المسلم في الإثم، لأن معنى الوقت الضروري يعني لا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة إليه إلا إذا كان صاحب ضرورة. هذه معنى الوقت الضروري. الاختيار كنا إن صلى في أوله أو وسط أو آخره فلا إثم، وإن كان أول الوقت طبعا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله وآخر الوقت مغفرة الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في أول وقتها دائما، لا يؤخر إلا عند اشتداد الحر يؤخر الظهر، وإذا رأى اجتماعا في العشاء بادر بها في أول وقتها، وإذا رأى قلة اجتماع أخر العشاء أحيانا إلى ثلث الليل حتى يجتمع الناس. يعني التي تؤخر الظهر عند اشتداد الحر والعشاء تؤخر قليلا لاجتماع الناس. ولذلك احنا الان العشاء يؤخر ساعة ونصف بعد المغرب، مع انه طبعا الوقت بيدخل بعد غياب الشمس كما قلنا ب40 دقيقة. الشيخ الدندير قال اذا لم يبقى في المغرب حمرة ولا سخنة فقد وجبت العشاء ولا ينتظر غياب الشفق الأبيض وظهور النجوم، خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. نحن الآن نصلي على مذهب الإمام أبي حنيفة، بنؤخر العشاء يعني بعد غروب الشمس بساعة ونصف، لكن هو وقت العشاء يدخل بعد غروب الشمس ب40 دقيقة لاجتماع الناس.
وإن لو صلينا العشاء بعد غروب الشمس 40 دقيقة تجد يعني ربع الناس الذين يصلون في جماعة هم الايه الموجودون، والباقي في مصالح. فالنبي دي هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الشيخ قال والوقت الضروري أي ابتداؤه تلو أي عقب الوقت المختار. وقلنا طبعا الوقت المختار يعني محدد لصلاة سيدنا جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين المتواليين صبيحة الإسراء. أول يوم نزل أول الايه؟ أول الوقت. في اليوم الثاني نزل آخر الوقت المختار. ما عدا المغرب نزل عند غياب قرص الشمس في اليومين. ولذلك قالوا إنه لا ضرورية لها، وإنما بمقدار لا اختيارية لها، وإنما هي بمقدار فعلها بعد تحصيل إحدى الطهارتين يعني الصغرى أو الكبرى. فبعد ذلك يعني بعد الانتهاء من صلاة اليومين قال له ما بين هذين الوقتين وقت، يعني وقت لأداء الصلاة اختيار. ما بين هذين الوقتين وقت، أي وقت لأداء الصلاة من غير إثم ومن غير إخراج لها عن وقتها. ثم بعد ذلك الوقت الضروري، يعني سمي ضروريا لعدم جواز تأخير الصلاة إليه لغير أرباب الضرورات. طبعا أرباب الضرورات العشرة سيأتي ذكرهم بعد قليل. فابتداؤه بالنسبة للصبح ابتداء وقت الوقت الضروري للصبح من الإسفار ويمتد لطلوع الشمس في الصبح. احنا قلنا الصبح علماء المالكية قالوا انه الوقت الاختياري لها الغلس، يعني وجود الظلام. فإذا بدأ الإسفار البين الذي تظهر فيه الوجوه ويعرف الرجل من بجواره، ده اسمه الإسفار البين. من بعد الإسفار البين ده وقت ضروري لغاية غروب الشمس، طلوع الشمس، لغاية طلوع الايه؟ طلوع الشمس. وقيل إنه إن الاختيار يعني يمتد إلى طلوع الشمس. يمتد ولا ضرورية لها. فيها قولان يعني الصبح مثلا كالعشاء. كالعشاء، العشاء فيها قولان أو ثلاثة أقوال. ثلاثة أقوال. يعني قول إلى ثلث الليل، وقول إلى نصف الليل، وقول إلى طلوع الفجر. وهو الذي قال عنه الشيخ الصاوي وفي هذا فسحة. هنا طبعا بالنسبة للقول المشهور عندنا بالنسبة للصبح فابتداؤه من الإسفار ويمتد لطلوع الشمس في الصبح. وبالنسبة للظهرين قال ولغروبها في الظهرين، فيمتد ضروري الظهر المختص بها من دخول الوقت المختار للعصر، يعني من أذان العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، ده ضروري الظهر وحده. وتشترك مع العصر في الضروري من بعد أن يصير ظل كل شيء مثلي إلى الغروب. يبقى ضروري العصر وضروري الظهر. فيمتد ضروري الظهر المختص بها من دخول مختار العصر، ويمتد ضروري العصر من الاصفرار للغروب فيهما. يعني يشتركان من بعد أن يصير ظل كل شيء مثلين
يبقى ضروري العصر وضروري الظهر. لكن تختص العصر بقدرها قبل الغروب على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. من أن الوقت إذا ضاق اختص بالأخير فيشتركان في الضروري من الإسراء. معنى إذا ضاق الوقت اختص بالأخير سيأتي بيانه، يعني المرأة مثلا تطهر قبل المغرب بمقدار أن تتطهر تغتسل من الحيض أو النفاس، ويبقى 4 ركعات قبل غروب الشمس، يبقى وجب عليها أن تصلي العصر وتسقط الظهر لأنها طهرت في وقت العصر. ففي قاعدة عندنا في المالكية إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة، إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة. وكذلك في المغرب والعشاء طهرت فاغتسلت ولم يبق إلا مقدار 4 ركعات للعشاء، يبقى هنا 4 ركعات بالنسبة للعشاء، يبقى هتصلي المغرب 3 ركعات وتلحق ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر. لكن لو بقي ركعة أو ركعتين أو 3 ركعات فقط يبقى تصلي العشاء فقط وسقطت المغرب. هذا معنى إن ضاق الوقت اختص بالأخيرة خصوصا في المشتركتين. وسيأتي هذه المسألة توضيحا بعد ذلك. ومبدأ ضروري المغرب من مضي ما يسعها بشروطها إلى الفجر، ضروري المغرب بعد سلام الإمام والانتهاء من صلاته انتهى وقت المغرب الاختياري، ده القول الراجح عندنا. وفيه قول طبعا أنها تمتد إلى غياب الشفق اللي هو 40 دقيقة، ده القول الثاني عندنا، يعني ولا يصلى بعدها حتى يغيب الشفق، قوله صلى الله عليه وسلم ولا يصلى بعد المغرب يعني حتى يغيب الشفق، وفي لفظ حتى يطلع الشاهد، حتى يطلع الشاهد النجم، يعني نجم حينما يظهر يغيب الشفق ويظهر نجم الشاهد فتجب العشاء. بعد ذلك الليل كله ضروري للمغرب وحدها، ضروري للمغرب. تشترك مع العشاء في الوقت الضروري بعد مضي ثلث الليل، يعني بعد مضي 4 ساعات، اذا كان الليل 12 ساعة يبقى بعد مضي 4 ساعات يعني 8 ساعات الباقية تشترك المغرب مع العشاء في الضروري، على القول بأن العشاء ضرورية بعد ثلث الليل الأول. يبقى المغرب والعشاء يشتركان في ثلثي الليل، والمغرب من بعد أدائها إلى الثلث الأول ضروري مختص بالمغرب، وما بقي من الليل يشترك أو تشترك مع العشاء في الضروري. انظر إلى يعني الدقة في التشريع، الدقة في التشريع. العلماء يعني كما ذكرنا لكم اختلفوا في إدراك العشاء أداء أو إدراك الحج عرفة، ذكرنا هذه المسألة أكثر من مرة. يعني إذا وقف وصلى هو ماشي، خرج من منى مثلا متأخرا فأخذ يمشي
ولم يصلي العشاء. فلو وقف وصلى العشاء فاته الوقوف بعرفة، فاته الحج، فهل يصلي العشاء أداء ويحج من عام قارب أن يكمل الحج ناقصا؟ بس هيبقى عليه طبعا بدنه يعيد، لأنه ترك ركنا، الركن الأعظم من الحج، يعيد من قارب وعليه بدنه. لو وقف وصلى العشاء أداء قبل طلوع الفجر، أو يترك العشاء ويخلد وقتها ويدرك الحج، في قول يقول لا، يصلي العشاء أداء والحج وقته العمر، يعيد من عام قابل أو بعده إلى ما شاء الله. هذا قول. وقول يقولنا أن الحج يعني يشتمل على عبادة مالية وبدنية وفيه مشقة، فيخرج العشاء من وقتها ويدرك الحج. قول ثالث قال لا، قال يصلي ماشيا بالإيمان، يصلي ماشيا بالإيمان إدراكا للوقت ومحافظة عليه وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويدرك العشاء في وقتها ويدرك الحج ويعيد هذه الصلاة لأنه صلاها ماشيا بالإيمان لكن محافظة على الوقت وعدم إخراجها من وقتها المحدد لها إن شاء الله. قالوا العلماء ليه كده؟ قال لأن إخراج الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا كبيرة من الكبائر. لأن الله تعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون. قال من إضاعة الصلاة إخراجها عن وقتها، غير الترك يعني، إخراجها عن وقتها، هذا لون من ألوان إضاعة الصلاة. القرآن قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقبولا، ما دام مؤقتة بوقت يبقى إخراجها عن وقتها كبيرة. هناك حديث رواه البيهقي عن سيدنا مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: قلت لأبي، قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أهو الذي يسهو في صلاته ويحدث نفسه؟ قال: ومن منا لا يحدث نفسه في الصلاة؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص قال لولده مصعب: ومن منا لا يحدث نفسه في الصلاة؟ يعني كلنا كذلك، ولكن السهو، قال له: ولكن السهو ترك الصلاة عن وقتها، ترك الصلاة عن وقتها. ولذلك تعبير القرآن قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون. انظر إلى التعبير الدقيق، لو قال في صلاتهم رضعنا جميعا، لأن كما يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص: ومن منا يعني لا يحدث نفسه في الصلاة، أو يعني يسهو في الصلاة، بحديث النفس. هذا شيء يعني اضطراري، الشيطان طبعا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم هو خنزب فيقول: من خلق كذا، هو في الصلاة، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق؟ إذا بلغ ذلك فليقل: آمنت بالله، ولينتهي. هذا هو مبنى خلاف العلماء في إيه؟ في إدراك الحج أو إدراك الصلاة في وقتها. ولذلك
ولذلك القول الثالث قال هذا يعني قول حسن وتصرف مستحسن. قال هذا هو الأرجح، اللي هو إيه؟ الجمع بين الأمرين، بين إدراك الصلاة في وقتها امتثالا للأمر وبين إدراك الحاجة. تعال شوف الناس ماذا يصنعون في إخراج الصلاة عن وقتها. بيخرج عن وقتها اللعب بكرشينة وضمها وطلقة وشوشة والحكاوي ومن غير سبب، من غير سبب. وتراه يعني يجلس أمام المسجد والناس يدخلون ويخرجون وهو جالس، سبحان الله. الإيمان ينقص حتى يدخل صاحبه النار، ويزيد حتى يدخل صاحبه الجنة. هذا نقص في الإيمان. يفضل طبعا بطارية الإيمان تفضل لغاية ما يبقاش فيها ولا شرط، لغاية ما تحجر، يبقى ملهوش إلا إيه؟ إلا النار، والعياذ يكون حطبا لجهنم. ليه؟ فراغ وصحة وعافية وأرزاق وأموال ونعم لا تحصى ولا تعد، ومش قادر يقوم يصلي لله تعالى الصلاة الواجبة عليه. سبحان الله، سبحان الله، حال الحليم الذي لا يعجب. ومبدأ ضروري العشاء كما قلنا من مضي ثلث الليل الأول على القول بأن اختيار العشاء ثلث الليل الأول، يعني امتد 4 ساعات لما يكون الليل 12 ساعة، أو إلى نصف الليل على القول الثاني، وارد في السنة أيضا إلى نصف الليل، يبقى كل ده وقت اختياري، والنصف الثاني ضروري للعشاء ومعه المغرب مشترك معه. أو أن العشاء لا ضرورية لها، وإنما يمتد اختياريها إلى إيه؟ طلوع الفجر. وده اللي قال عليه الشيخ الصبر وفي هذا فصل. قال ويمتد للفجر في العشاءين، لكن تختص العشاء الأخير بقدرها قبل الفجر، كما تختص المغرب بما قبل دخول الثلث الثاني، قبل دخول الثلث الثاني. المغرب يعني ضروريها من بعد أدائها إلى ثلث الليل الأول تختص به المغرب، أو نصف الليل الأول، لأنه اختيار العشاء يبقى ضروري لإيه؟ للمغرب. لكن ما بعد ذلك يشتركان معا في الثلثين او النصف، او ان هذا وقت ضروري للمغرب الى الفجر، والعشاء لا اختياري لا ضروري على القول الاساس. وتدرك فيه الصلاه، يعني بما تدرك الصلاه في الضروري، وتدرك فيه الصلاة بركعة كالاختياري، والكل أداء. الكل أداء، يعني أن هناك فرقا بين الأداء والقضاء. الأداء أداء الصلاة في وقتها صفة، صفة أدى الصلاة في وقتها الاختياري، أدى الصلاة في وقتها الضروري. لكن إذا خرج الوقت نقول إيه؟ أدى، لا، قضى الصلاة التي فاتته. يبقى دي قضاء ودي أداء. انظر إلى الصفة، صفة الإيه؟ ولذلك العلماء يقولوا إيه؟ هناك في باب الإمامة لابد من اتحاد الإمام والمأموم في ذات الصلاة، ظهر خلف ظهر، وفي صفة الصلاة أداء خلف أداء أو قضاء خلف قضاء.
وفي زمن الصلاة يعني عشاء الاثنين مع عشاء الاثنين، ظهر الأحد مع ظهر الأحد، عصر الخميس مع عصر الخميس، اتحاد الصلاة في الثلاث شروط. فهنا الصفة الأداء والقضاء، الاتحاد في الصفة. فهنا طبعا الوقت الضروري يعتبر أداء. ولذلك سيأتي في باب الجماعة، لو واحد في اتحاد النية بين الإمام والمأموم أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، وجاء بعد طلوع الشمس رجل يريد أن يبتدئ به عند الإمام مالك وأبي حنيفة كذلك، لا يجوز الاقتداء. ليه؟ لأن الذي جاء بعد طلوع الشمس قاضي للصلاة، هيصلي قضاء لأنه فاته الوقت، يبقى قضاء. واللي بيصلي قبل طلوع الشمس وأدرك ركعة أداء، يبقى اختلف في الصفة، اختلف في صفة الصلاة. هذا يصلي أداء اللي بيصلي قبل طلوع الشمس، واللي بعده بيصلي المقتدي به هيصلي قضاء لا يصلح عندنا وعند الإمام أبي حنيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، كما في الصحيحين. فعندنا هنا الاختلاف يعني لا يكون لا في صفة الصلاة ولا في زمن الصلاة ولا في ذات الصلاة، لابد من الاتحاد في الأمور الثلاثة. وتدرك فيه الصلاة أي في الضروري صبحا أو غيرها بركعة بسدتيها، يعني مش بسدة ولا تشهد، لا، لازم يدرك ركعة يعني. والركعة تدرك بالركوع، يعني لازم يكبر ويقرأ الفاتحة والسورة ويركع ويرفع، يبقى كده أدرك إيه؟ ركعة من الإيه؟ من الوقت قبل خروج الوقت الضروري، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي حديث الموطأ قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني في الضروري، وتكون وين؟ أداء لا قضاء. وتدرك فيه أي في الضروري الصلاة صبحا أو غيرها بركعة بسيدتيها أي بأدائها فيه. فمن صلى ركعة بسدتيها آخر الضروري وصلى الباقي بعد خروجه فقد أدرك الصلاة في وقتها الضروري، لأن ما فعل خارجه كالتكرار لما فعل فيه. ولذلك لما أطال سيدنا أبو بكر صلاة الصبح حتى كادت الشمس تطلع، فقال له بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين، أطلت بنا الصلاة حتى كادت الشمس تطلع؟ قال: لو طلعت لن تجدنا غافلين، لو طلعت لن تجدنا غافلين. يعني عايز يقول إنه ما صلاه بعد طلوع الشمس يأخذ حكم الإيه؟ ما قبله، لأنه كالتكرار له، كالتكرار لما صلى، يقول الشيخ كالتكرار له لما صلاه، فيأخذ حكم. ولذلك لا يجوز ايه؟ الاقتداء به لما هيجي بعد طلوع الشمس. والله تعالى